طيب النهارده اولا احنا بكره عندنا امتحانات الثانويه العامه، ربنا يوفق كل الناس الاهالي والطلبه، ما تخافوش. انتوا شايفين الدوله مهتميه قد ايه، كل الوزارات بتجتمع عشان الطلبه تنجح وتكون مؤمنه داخل اللجان، واعتقد ان شاء الله هتكون امن سنه واسهل سنه وهتعدي على خير. لكن المقابل بقى تعالوا، عايزه اخدكم لتركيا بتعمل ايه. النهارده كان بقى بدايه امتحانات الثانويه العامه في تركيا. تركيا لسه بتسجل ارقام مرتفعه جدا، وطبعا في تعتيم اعلامي كالعاده في اصابات فيروس كورونا. نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات وصور لتكدس اعداد كبيره، شايفين الصور عامله ازاي والفيديوهات، اعداد كبيره جدا من اولياء الامور والطلبه قبل ما يدخلوا اللجان. بعد ما دخلوا اللجان جت بقى طبعا يعني الاعداد دي لما نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبوليس حب يعني يعمل دور جدعانه كده، فجه ايه يفرق اولياء الامور، عمل ايه السرينه قد كده، فطبعا الطلبه جوه جالهم حاله من التوتر والذعر والقلق، يعني حتى لما جم يفرقوهم فرقوهم بطريقه غريبه جدا ومستفزه. دي تركيا اللي العالم يعني مش شايفها تقريبا، لابسه طاقيه الاخفاء زي ما بقول.